السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع فوق العين فوق الرأس. يا مرحبا، حيا 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 حيا، ورحب بجميع مشتركين ومتابعي قناة أحمد حجر وقيس. يا مرحبا. اتصل لي عيسى العذري من داخل السجن المركزي بمحافظة إب. عيسى العذري طبعا قد أجنن. عيسى العذري كان يدخل من أول السجن وما ينتابش نفس القلق والخوف الذي بينتاب الذلحين، لأنه كان عارف أنه أجلس شهر شهرين ثلاثة شهر بالكثير ويخرج من السجن. بس الحين دخل السجن بقضية قتل، مش داري ما هو مصيره، وخاصة لما بيسأل المساجين. قد انتو دارين بعيسى العذري ما يوقفش، ما يقرش، ما يقرش أبدا. سأل المساجين كلهم، أنت كم لك مسجون هنا؟ وهذاك يقول له 20 سنة، ويقول أوه 20 سنة يا الله. وأنت كم لك مسجون هنا؟ ويقول 17 سنة، ويقول أوه 17 سنة، ليش ما فعلت كذا كذا كذا؟ وإني قضايا بسيطة. طيب أنت كم لك مسجون هنا؟ وهذاك يقول 15 سنة. كم لك مسجون هنا؟ وهذاك يقول 30 سنة. فاختم خلاص، جاله قلق وخوف لأنه دخل بقضية قتل. ما سرق شدب غاز ولا سرق سلب بضض ولا اختلس مثلا 200,000 ريال يمني، دخل بقضية قتل متهم فيها هو أخوه هلال. فجاله قلق، في خايف، مش داري ما هو مصيره، شو داري، هل يتم مثلا اعدامه ولا اي جزء مدى الحياه في السجن، مش فاهم حاجه. وخاصه قال ان القضاء ركيك وان المدري ما هو من دخل السجن خلاص يهمله هانك ويجس هانك الى ما لا نهايه. فبدا الرجال يقلق. طبعا ما شاء الله طولش عليكم، شاء اسمعكم المكالمه. المكالمه كانت طويله شويه، اخترت لكم في المكالمه هذا اهم النقاط الذي تحدثنا فيها. اتفضلوا. استاذ احمد حفظك الله معك، شكرا لك كثير وشكرا لكل من سال او تحدث من شان الحادثه التي حصلت. يا اخي هذا هو. وانا الان حاليا انا الى الاخير في السجن المركزي محافظه اب. الحادثه وما فيها ان عصام بن عمي جاي يرمي علي انا واخي هلال الى بيت اختي في الجبل. الجبل ايوه. واخي هلال قاومه وقال معاه مسدس عصام، وهلال معاه عالي. قاومه لو ما فرغ ذخيرته عصام ومشي. لو كان اخي هلال بنيته ان يقتل عصام لقتله في الجبل، لكن شافه مشي ترك لحاله ومشي. هلال مشي انا وياه روحنا للبيت. يا عيسى. وبعد يعني لا يتجاوز الا حوالي 10 دقائق لو بس عصام جاب العالي ويضرب على البيت رصاص علي انا وحلال. يا عيسى هو بدايه الامر ايش الذي حصل في البدايه؟ بدايه الامر يا استاذ احمد الله يحفظك ان عصام فعل لي رساله. ايوه. يعني يسب لي امي، يعني يقذف امي وخواتي. الرساله التي نزلتها انت في المنتدى صح؟ قال لي نزلتها انا بالمنتدى، وكثير من الناس تواصلوا معي وقالوا لي شو مع الرساله هذه وكذا. المفروض ان اخلع تنشرها على الله يرحم. يعني تستطيع ان يعني تواجه عصام عبر الدوله هو النظام والقانون. فحذفتها من المنتدى ومن الفيسبوك ونزلت الى اداره امن مدخره، وابلغنا اداره امن اب وجلسوا يعني يحاولوا مع عصام. لا يوم الجمعة العصر يقولوا له يسلم نفسه وصل يوم الجمعة، قال والله ما سلم نفسي لو انطرد السماح راجل. وبعدين قالوا الأمنيين لا صبح السبت، من صبح السبت ما أبيك ولا خبر. أبي كان في إدارة الأمن منتظر للأمن اتخذ إجراءاته. أنا الأمنيين خلال يعني الخميس والجمعة والسبت وانا اليوم على تواصل، والدي ذهب الى اداره الامن في صباح السبت حتى انه عصر السبت روحت انا طلعت من تعز عند والدتي، واثناء زيارتي لاختي في الجبل، اختي ساكنه يعني بيت في الجبل. والجبل حتى ما يوجد جنبه جبل تبع بيت عمي، يعني حق عمي ابو عصام. ابو عصام نعم. عصام جاء من الجبل حق عم فجأة لا عند بيت اختي، يطلق علينا الرصاص من المسدس حقه، يطلق علي الرصاص علي انا وهلال. عصام ابن عمك رصاص وانتو داخل البيت؟ احنا في البيت عند اختي. ايوه.
إذا القاومة يعني كان يميل أجل بها بعيد منها يعني كذا خلا حتى لو ما أصام أصرف رخيرته لو كان هلال مقصد يقتله قد كان بقى يقتله في الجبل لكن أنا نتجنبه يعني سامي. طيب دحين دحين اللي قتله هو هل هو هلال ولا أنت؟ الذي قتل هلال أخي قتل يعني واخذ قلته هني يقتل مش بالقص يعني مش بالقص يعني ولكن من شدة الاشتباكات استمرت ربع ساعة في منزلنا في زيتنا بعد أن عصام لهب من الجبل ما عدت معه الأخيرة في المسدس هلال عصام مشين هلال ثلاثة يعني لو كان هلال مقصد أن يقتله كان بيقتله في الجبل. طيب أن كنت أنت أثناء الحادثة أنت داخل البيت صح؟ أنا في داخل البيت في الجبل وأثناء ما عصام مشين للجبل هلال أخذني وروحنا البيت له عند أمي وعندما وصلت عند أمي أنا عشر دقائق يعني جالسين نحن وأمي صبح البيت وفجأة عصامني يجي مع أهلي يطلق المصاف على منزلنا وإلى الصبح إلى عرض البيت يعني طيب 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 يا عيسى يا عيسى يا عيسى أثناء الاشتباكات أنت أن كنت؟ أنا عندما بدأ عصام بيطلق النار أمي أنا سحبت أمي من الصبح أمي تسحبني أنا خايف على أمي أمي خايفة علي ودخلنا داخل البيت. يعني الذي اللي رمى عصام هو أخوك هلال مش أنت؟ أخي هلال يعني هو الذي يعني اشتبك مع عصام حتى هنا عصام يعني وحتى إذا لقي ناقش مقدر أنه يقتل عصام. طيب طيب يا عيسى ولكن قد وقعت قائد عصام لا يرمي على البيت هلال يقاومه ولا ما ماشي يعني الواحد أجي جميله وواحد يرمي على خلال بيتك ويشبعك ورد بله عصير من جاي ولا طيب اسمعني اسمعني دحين اللي سمعنا هالاخبار قالوا عيسى العذري هرب ومسكوه وهو لابس البرقع والهذا هل هذا الكلام صحيح؟ لا 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 كاذب وليس العاده مصحى والتقطوا لهم صور من فيديوهات كنت تفعلها بدايه العدوان عندما ما كنت تتمسخر بالمرتزقه الذي يعني كانوا يعني يلبسون البلاطه ويهربوا. طيب طيب هم خلاص بعد ما مثلا بعد ما مات جو جو على طول عندكم من البيت الشرطه صح؟ من؟ بعد ما مات عصام جولة عندكم على طول يعني كنتوا في البيت انتوا هلال يعني جولة عندكم الشرطي يعني اقصد لا انا مشيت من البيت والى المشي من البيت بعدين جو رجال الامن جو رجال الامن فيما بعد عادي وسلمتوا انفسكم وسلمتوا انفسكم ما كان بشيء جو رجال الامن وقد اخذوا عصام يعني عصام الصراح هو ويعني أنا مشيت وهنا المشي وبعدين تواصلوا معي الأمنيين من محافظة زب يعني من إدارة أمن المحافظة وإدارة أمن المديرية تواصلوا معي يقولوا لي سلم هلال فأنا يعني التقيت أنا وهلال بعد المغرب ها يعني جابلي هلال أخذت منه الأهلي والجعبة وأقنعت هلال على أن يسلم نفسه تمام. طيب الحادثة حصلت وقت الظهر صح؟ لا الساعة 3:30 عصرا وقت العصر يعني وقت العصر وقت العصر وبعدين أنا أقنعت الأهل بعد ما التقت أنا وياه أخذت منه الأهلي والجعوة أقنعته أن يسلم نفسه وبعدين خلي جبت له رقم مدير أمن المديرية وتواصل معه على أساس أنه بيجي الآن وبعدين هم حددوا مكان الهلال بعد الاتصال بعد تواصله مع مدير أمن حددوا وين يتواجد فمسكوا هلال واخذوا الى البحث الجنائي. انا كليت نفسي ومشيت وكان يعني كان بنفسي انا اتوصل الى صنعاء واسير وكنت على تواصل مع الامنيين بشكل عام في ابو وفي المديريه. طيب. انا اسلم نفسي الى سيدي عبد الكريم وزير الداخليه وسيدي عبد الكريم كان بيردني الى امن المحافظه. بس كان مرفضي من وصول سيدي عبد الكريم اللي يشكل ضغط على السلطه القضائيه في سرعه البث بالقضيه والمحاكمه يعني. اذا كان عيسى مدان انا محتاج اي محاكمه عيسى ما معه مدان ولا شيء اذا ما يقرر القضاء انا ما احبه تمام؟ طيب اسمعني يا عيسى لحن الى ان وصلتوا؟ وصلنا احنا الان في السجن المركزي انا وصل انا بعد اليوم الثاني
الساعه 11 بالليل سلمت نفسي الى احدى النقاط الامنيه التابعه لاداره الامن في سوال، وقلنا لهم انا عيسى الحذري ولي هويتي. قالوا مقوي، قلنا لهم هذا بندقي وهذه جمري، وعلى طول الدنيا لمدير امن المديريه، ومدير امن المديريه تواصل مع المحافظه واوصلوني للبحث والان حولونا السجن المركزي. استاذي احمد اتمنى ان تصل هذه رسالتي مناشده للسيد، مناشده لرئيس مهدي المشاب، مناشده للفضة الطائرة بشكل عام، انه القضاء في يعني لم يتحرك لحل قضايا الناس. فانا عندما وصلت الى السجن المركزي انصدمت، اجد ان هذا الناس لهم من 25 عام. يا اخي ايش هذا الظلم الذي حل على ابو واهلها؟ ان القضاء اي شخص مدان يحاكم، انسان مدان بشيء يحاكم، وما يحكم به القضاء ينفذ. لماذا تماطل في قضايا الناس؟ لماذا تظلم الناس؟ ألا تعلم أن به 21 عام على دية 5,521 سنة داخل السجن؟ حول ولا قوة إلا بالله. يا عيسى، بما يخص مثلا قضيتك، هل خلاص في التحقيقات يعني وصلت إلى نتيجة؟ في التحقيقات وشهود الشهود، أن الهلال هو الذي واجه حصام، يعني الهلال دافع على نفسه ودافع على بيتنا ودافع على يعني إنسان قد يبني على بيته، يعني وش يكون رده؟ إنك بدأ إنسان اعتدي على بيته. طيب هم ايش يعني خلاص؟ الناس دافع على نفسه. طيب عيال عمك مثلا او والدته هذا اصلا حتى الى الاخير ما اعترف، حتى امي شهدت انه هي الذي واجه حصان حتى قتله. حول ولا قوه الا بالله. اقسموا بجلاله الله لو عيسى الحذري هو الذي قتل عصام، اقسموا بالله الذي لا اله الا هو لا طالب بشرع الله وحكمه وما يحكم به القضاء ينفذ، وانا مرحب تحريم كامل. القضاء وين العداله؟ وين عداله المسيره القرانيه؟ وين؟ وين من 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 هذه السجون مقابر للاحياء؟ انا طالب بسرعه البث بقضيتي وقضيه كل هؤلاء النزلاء اللي في السجن ان شاء الله يخرجوا الناس من الطريق. وشكرا لك يا اخ احمد. طبعا عيسى العذري امني امانه اننا اوصل رسالتي، انا ما اقدرش افتيكم اقول لكم مثلا انه مظلوم مش مظلوم، العلم عند الله. انتم قد سمعتوا كل كلامي، بس مهما كان المفترض ان في نوع من الصبر يا اخي. شخص يسبك، شخص يهينك، يعني اصبر يا اخي شوي، بارحم الراحمين بحساب وعقاب. انا داري بعض الناس دحين بيسمع كلام احمد حجر يقول اوه حرام الله وانا ويسبني واخذ ولا يرسل لي زاله، حرام الله، حرام الله اشططوا الشيطان، حرام الله اقول لي بالعالي واهر من دار وانا قاسم لو يسرد يا اه لا ما غري. الشيطان هذيك الساعه بيشتغل شغل حريق يا الشيطان. الشيطان هذيك الساعه عبا وحدات، عبا مكسات خيرات، مش مكسات خيرات، ويوسوس ويزير الادم يهر وبعدها يدخل في السجون ويهملوا ملفه ويرجو مهانك ويجلس عشرات السنين ما حد يذكره، ويبدا الندم والخوف والقلق والرهبه وكم جلس وهذا كمله وهذا. فلذلك لابد من الصبر، لابد من الصبر. انا رسالتي لكل الذي معاهم مشاكل سواء على اراضي على ورث على اي حاجه سب لعن من هذا القبيل، يا اخي اصبر شوي، اهداء، عد بها رحم الرحمين، عد بها حساب وعقاب، اصبروا اهدؤوا. وبالنسبه لعيسى العذري اتمنى من الجهات المعنيه ان انتم لا تهملوش قضيه، تشوفوا انه مظلوم خرجتوا مشوا مظلوم ياخذ جزائه، ياخذ جزائه سواء هو ولا غيره، ولكن لا ترجموش المساجين هناك سواء عيسى العذري ولا مئات المساجين الاف المساجين، لا ترجعوا مشانك في السجون حرام، ما يجوز. يعني انتم مرتاحين في بيوتكم وهم جالسين بين الظلم بين الوحشة بين القلق بين الخوف بين الاوهام، شوفوا قضايا الناس، ما يجوز، حرام. ايوه الذي هو ظالم والذي فعل الفعله وعمل مثلا جريمه قتل ولا سرقه ولا كذا ياخذ جزائه، ياخذ جزائه ويتسعوا والدي، اما البريء ولا كذا يراجعوا ربما. حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهدي الجميع. سلام الله عليكم.